عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا ربي دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ما ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة عشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. خبرنا النهاردة بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن ياسمين صبري وعيد ميلادها ومفاجأة ابو هشيمة ليها واحتفاله بعيد ميلادها. يلا بينا نشوف ياسمين صبري احتفلت ازاي بعيد ميلادها، وكمان ابو هشيمة فاجئها ازاي، ووالدتها قدمت لها تهنئة وقالت لها كل سنة وانت طيبة يا حبيبة قلبي ونور عين.